مرحبا بكم في هذه الحلقة. في هذه الحلقة سوف نقوم بتصنيع وتحضير نترات الحديديك الفيريك نايتريت، وهو يدخل في صناعة الأدوية. هو مصدر للنترات ومصدر للحديد، شريدة الحديديك. صيغته FeNO3 الكل 3، إذا هي 3 نترات مشتركة في شريدة حديديك واحدة. إذا نفعل 1 مول حديد، معدن الحديد، زائد 6 مول نيتريك أسيد، حمض النيتريك، فيعطينا 1 مول فيريك نايتريت زائد 3 مول نيتروجين دايوكسيد. هذا غاز سام، ينطلق على شكل غاز سام. حذرين، نقوم بالعملية في مكان مهون أو تحت فيوم هود أو في مكان مهون في الهواء الطلق مثلا، زائد 3 مول ماء. إذا نفعل 4 غرام أيرون حديد، مصدر الحديد، معدن الحديد، زائد 27.08 غرام نيتريك أسيد. إذا هذا هو معدن الحديد الذي سوف أستخدمه، المسامير، مسامير الحديد، وهذا هو النيتريك أسيد بتركيز 57%، فيعطيني 17.32 غرام فيريك نايتريت، زائد 9.88 غرام نيتروجين ديوكسيد، زائد 3.87 غرام ماء. إذا أنا محلول النيتريك أسيد الذي لدي هو 57% وزن على حجم، يعني كل 100 مليلتر فيها 57 غرام. أضع تحت 57 27.08 غرام التي أحتاجها، يقابلها المجهول إكس. إكس يساوي 27.08 ضرب 100 تقسيم 57، أجد إكس يساوي 47.5 مليلتر. إذا سوف أزن 4 غرامات من هذا وأخذ بواسطة الفنجان البلاستيك المدرج 47.5 مليلتر، وأقوم بالتفاعل داخل هذه القارورة. إذن مسمار واحد يزن 4 غرامات، هذا 4 غرامات، 4 غرامات أضعه هنا. الآن أضيف بعض الماء. إذا أضفنا الماء، تقريبا سوف تقريبا غمرته بالماء. نترك القليل يعني من أجل النيتريك أسيد. الآن بواسطة هذا الفنجان البلاستيكي المدرج سوف نأخذ 47 مليلتر، 47.5 48 مليلتر من حمض النيتريك. الآن هذه 47 غرام، 47.5 مليلتر عفوا من حمض النيتريك، نضعها مع الخليط السابق. مباشرة يبدأ يتحلل ذلك الحديد، يبدأ النيتريك أسيد يهاجم في الحديد، في قطعة الحديد. نلاحظ انطلاق الغاز، لاحظ جيدا، هو غاز النيتروجين دايوكسيد. لون الفيريك نايتريت هو لونه بني. لاحظ انطلاق الفيريك نايتريت وانطلاق فقاعات الغاز. نترك التفاعل لعدة أيام. إذن هذا هو انتهى التفاعل، يعني بعد عدة ساعات، كنت أظن أنه سوف يبقى لعدة أيام. إذن هذا هو الفيريك نايتريت. نلاحظ جيدا انطلاق غاز نيتروجين دايوكسيد، لونه بني،
لاحظ القارورة بالدخان لونها بني، ما زال التفاعل يعني سوف ينتهي تقريبا، نعتبره انتهى لأن المسمار قد ذاب، ذلك المسمار من الحديد قد ذاب وتشكل لدينا 17.32 غرام فيريك نايتريت. هذا نستعمله يوما ما في صناعة الأدوية. هذا كان فيما يخص تصنيع الفيريك نايتريت نترات الحديديك. إلى اللقاء.